بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. اليوم مقدمة حتكون مش قصيرة زي الأمس، لكنها ستكون طويلة بعض الشيء، لأنه وصف الشيء لم أجد مجموعة من العبارات أو المفردات المختزلة التي تستطيع أن تعبر عما أريد أن أقول. يمكن العيب فيها، لكن هحاول أن أنا أصفها بصفتها الحقيقية. حينما نريد تشخيص مرض علينا أن نتبع فيه الأسلوب العلمي، ومن الواضح أنه حينما أردنا أن نشخص المرض الذي تعاني منه مصرنا الحبيبة، كانت المشكلة الأساسية هي افتقار رؤية جميعنا، وهنا أتحدث عن جميعا وأنا أحد هؤلاء. ابتعدنا عن الأسلوب العلمي في التشخيص، والتشخيص الصحيح يؤدي إلى العلاج الصحيح، والعكس صحيح. تشخيص المشكلة كما أرى في توقعي أو رؤيتي المتواضعة المحدودة تقوم على الآتي: القضية ليست هذا الدستور أو صياغة دستور آخر، ليس هذا هو موضع الصراع، والقضية ليست الإعلان الدستوري أو تعديله أو إلغائه، ليس هذا هو موضع الصراع، والقصة ليست النائب العام المحترم الذي أقيل، وليست النائب العام المحترم الذي قدم استقالته اليوم وتصبح سارية المفعول يوم 23 أي الأحد المقبل. القصة ليست حصار المحكمة الدستورية العليا أو قصر الرئاسة أو مجمع التحرير أو مدينة الإنتاج الإعلامي. القصة لها بعد أكبر من ذلك. القصة تتلخص في مثلث له علاقة بالحكم، وله علاقة بالمعارضة، وله علاقة بنا كشعب. المشكلة لها علاقة بصناعة القرار، صناعة القرار ممن يتخذه، وأزمة في صناعة القرار ممن يعارضه، وأزمة في صناعة القرار في من يجب أن يشارك فيه وهو نحن. تعرضنا لمجموعة مرتبكة من القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة، وهي تكاد تصبح قياسية من كثرة ارتباكها. وتعرضنا أيضا لمواقف مرتبكة من أنماط متعددة من المعارضة تبتعد عن فكرة الحوار الجدي الحقيقي الذي يجب أن هو يكون موجود ولا يدعو إلى التعويق أو الشخصنة. وأيضا تعرضنا إلى خطأنا نحن، نعم نحن الشعب. هذا الاستفتاء الذي تم، الأرقام الدالة عليه تقول ليست النتيجة، لم أتوقف أمام النتيجة، ولكن أتوقف أمام رقم مذهل ونسب مذهلة أرجو أن تتوقفوا أمامه، أنه أمام كل 100 لهم حق التصويت في الذهاب للدستور، التصويت على الدستور في المرحلة الأولى، في كل 100 في منهم نسبة مخيفة لم تحضر. النسبة كام بقى من كل 100؟ 68% لم يذهبوا للإدلاء بصوتهم. مش مهم ان في 18 قالوا نعم، ومش مهم ان في 13 قالوا لا، ومش مهم ان النتيجة كانت تبقى معكوسة. الرقم او النسبة التي اتوقف امامها هي اننا حينما كان يجب ان نشارك 68% منا لم يذهبوا في المرحلة الاولى. ده اذا لم نشكك في نزاهة الانتخابات، لأنه محدش يقدر يتكلم عن نسبة الحضور. 68% من كل 100 ما راحوش. يبقى احنا عندنا مشكلة في صناعة القرار من صانع القرار، عندنا مشكلة في طريقة التعامل مع القرار من المعارضة، عندنا مشكلة في التعامل مع القرار من الجانب الشعبي، نحن الشعب. تلك هي المسألة، وتلك هي المأساة، وتلك هي المشكلة. ليس فرحة بذهاب النائب العام أو حزنا عليه، ليس فرحة بنعم أو حزنا
على لا التي لم تتحقق، ليس فرحة بتحرير المحكمة الدستورية العليا من الحصار أو ذهاب المتظاهرين في التحرير أو ذهابهم من عن الاتحادية، وليس فرحة أن يكون في مليونية بكرة للمعارضة أو يكون في 10 مليون من تيار الإسلام السياسي. لقد وقعنا في فخ انتشر زمنا وأصبحنا أمة منقسمة كل يوم تزداد انقساما أكثر من التالي. لسنا في مباراة، إحنا مش فريقين، لكن للأسف بقينا فريقين في ظل وجود 12 مليون قطعة سلاح أصبحت تستخدم. والتقارير اللي صدرت اليوم تتحدث على أنه بعض الأسلحة التي استخدمت في العمليات العنف الأخيرة كانت أسلحة أوتوماتيكية جاءت من عبر الحدود، وهذا الأمر الذي حذرنا منه. هذه الأسلحة ليست موجودة حتى مع الشرطة. يبقى لما يكون عندي أزمة في 3 أماكن من صناعة القرار، قرار الحكم، قرار في المعارضة، قرار من الشعب، ومعايا كل كمية السلاح دي، وفي حالة من القلق الشديد على مستقبل الوطن، أليست تلك هي المسألة؟ أعتقد أن احنا علينا أن نفيق من حالة غيبوبة اللاوعي اللي احنا فيها، وعلينا أيضا أن نستفيق أنه حالة التربص والصراع الذي يتحول إلى صراع دموي سوف تنهي علينا جميعا ولن تستثني أحدا. تلك هي يا أحبائي هي المسألة. بعد الاستراحة يبدأ النقاش.